قال رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي في مقابلة تلفزيونية مع قناتي العربية والحدث أن دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية بات شاهداً على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن افتتاح وتدشين حزمة المشاريع السعودية في بلادنا حمل دلالات ورسائل كثيرة. الدلالة المهمة جداً في هذا الظرف وهي رسالة قوية للميليشيات الحوثية الإرهابية بأن الشعب اليمني يريد السلام، الشعب اليمني لا يريد مزيد من الطائرات المسيرة ولا يريد مزيد من العنف ولا يريد مزيد من الألغام. الشعب اليمني يحتاج إلى السلام ويحتاج إلى الصحة ويحتاج إلى الخدمات ويحتاج إلى الطرقات ويحتاج إلى الحياة، لا يحتاج إلى الشعب اليمني يطلع إلى الحياة ولا يطلع إلى الموت. أن الدلالة الرئيسية لهذا التزامن مع السلام هي رسالة، رسالة ليست فقط الميليشيات الحوثية وإنما أيضا لداعميها النظام الإيراني الداعم لها، أن الشعب أن من يدعمنا اليوم في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية يدعمونا بالصحة ويدعمونا بالطرقات ويدعمونا بكل المجالات سواء في المشاريع أو في الإغاثة من خلال مركز الملك سلمان. أما بشأن تحديد أولويات مشاريع البرنامج السعودي، أوضح الرئيس العليمي في مقابلته أن البرنامج تم إنشاؤه بناء على اتفاق مع الحكومة وأن هناك تنسيق مباشر في عدة اتجاهات، وأشار إلى أن مستشفى عدن العام الذي سيقدم خدماته لحوالي نصف مليون مواطن سنويا سيحدث نقلة نوعية للقطاع الصحي، وموضحا أن الأولويات تحددها الحكومة بالتنسيق مع البرنامج السعودي. البرنامج هو تم إنشاؤه بناء على اتفاق مع الحكومة اليمنية، وطبعا لا شك أن الحكومة اليمنية تقوم بتنسيق مباشر مع البرنامج في عدة اتجاهات. الاتجاه الأول في تحديد الأولويات، أولويات المناطق واحتياجاتها، ماذا تحتاج عدن؟ مثلا على سبيل المثال موضوع مستشفى عدن، مستشفى عدن الذي سيستوعب في حدود نصف مليون مريض خلال العام، هذا سيعمل نقلة نوعية جدا في المجال الصحي. نحن فعلا في حاجة، لأنه الحرب التي فجرتها الميليشيات الحوثية دمرت كل البنية التحتية ما في ذلك البنية الصحية. وفيما يتعلق بالشأن الداخلي للمحافظات المحررة، أشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن التنسيق مع الأشقاء في المملكة يتم عبر السلطات المحلية التي ينوي المجلس منحها صلاحيات كاملة للقيام بدورهم على المستوى المحلي ومساندة المؤسسات المركزية، كاشفا عن توجه المجلس الرئاسي لعمل برنامج إصلاح إداري لإنهاء حالة الضعف في أداء المؤسسات سواء على المستوى المركزي أو المحلي. كما تطرق في حديثه إلى برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتنسيق مع الأشقاء. نحن اليوم نتوجه إلى أن يكون هناك صلاحيات وفقا لمخرجات الحوار ووفقا أيضا حتى لقانون السلطة المحلية، هناك صلاحيات ممنوحة للسلطات المحلية في كثير من المجالات، ونحن اليوم نوجه الحكومة في مجلس القيادة الرئاسي أن يعطوا صلاحيات كاملة للسلطات المحلية من خلال المحافظين والمكاتب التنفيذية في المحافظات أن يقوموا بدورهم على المستوى المحلي. أريد أن أعلن اليوم أيضا أننا بصدد عمل برنامج إصلاح إداري. نحن لسنا في حاجة فقط إلى برنامج اقتصادي إصلاح اقتصادي، ولكن نحن في حاجة إلى برنامج إصلاح إداري اليوم، لأن هناك ضعف في أداء المؤسسات سواء على المستوى المركزي أو المستوى المحلي. وخلال حديثه أيضا نوه الرئيس العليمي بالدعم المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في وقف تدهور العملة المحلية ودعم المجالات الخدمية خاصة الكهرباء، لافتا إلى تطلع المجلس إلى التخلص من الطاقة المشترى على بداية العام القادم، مشيرا إلى جهود دولة الإمارات في توليد 120 ميقا بالطاقة الشمسية بالتزامن مع مشروع ينفذه البرنامج السعودي يتمثل بتأهيل شبكة الضغط العالي والضغط المنخفض لحل مشكلة تدهور الشبكة ومعالجة الفاقد الذي يصل إلى 40%.
طبعا بفضل الدعم الذي يقدم لنا من الأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وخاصة دعم المشتقات النفطية الذي يحل مشكلة الكهرباء في محافظة عدن وبعض المحافظات والمحافظات المحررة، لأنه نحن نتطلع إلى أن نتخلص من الطاقة المشترة على بداية العام القادم، ويكون لدينا أيضا إنتاج طاقة متعددة يعني، ومنها الطاقة المتجددة. مشكلة الكهرباء أرقت الجميع وخاصة مع فصل الصيف. صحيح. إحنا لدينا الآن الأخوان الإماراتيين بينفذوا لنا مشروع 120 ميجا للطاقة الشمسية لعدن، وهذا المشروع الآن ماشي على قدم وساق. كما تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في مقابلته عن الجهود السعودية من أجل إنهاء الحرب وبناء السلام، لافتا إلى أن الميليشيات الحوثية كانت دائما ترفض عملية السلام، ولا زالت حتى هذه اللحظة تهدد بالعودة إلى الحرب، مؤكدا أن الشعب سيضطر للدفاع عن مصالحه وحقوقه المشروعة في حالة فرضت عليه الحرب، مضيفا أن الأخوة في المملكة لديهم مشروع خارطة طريقة لبناء عملية السلام. وبالتالي نحن مع هذه الجهود وندعمها، ونحن منذ وقت مبكر وليس من اليوم، ولكن كانت الميليشيات الحوثية الإرهابية دائما ترفض عملية السلام، ولا زالت حتى هذه اللحظة تهدد بالعودة إلى الحرب، وتقوم بحشد مقاتليها في الجبهات، وتقوم بإنشاء المراكز الصيفية اللي بتسميها مراكز صيفية ومراكز لاستقطاب المجندين للجبهات. وأما نحن فنحن دعاة سلام، ولكن نحن في النهاية في حالة فرض علينا الحرب سوف يضطر الشعب اليمني في كل مكان للدفاع عن مصالحه وعن حقوقه المشروعة. في سياق آخر، شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء عيدروس الزبيدي على أهمية مضاعفة الجهود ورفع مستوى التنسيق العملياتي بين مختلف الوحدات العسكرية لضبط الأعمال المخلة بالنظام والقانون وضبط كل ما من شأنه أن يقلق السكينة العامة للمواطنين. وطلع الزبيدي خلال لقائه بالعاصمة عدن قائد محور الغيضة بمحافظة المهرة اللواء محسن مرصع عن مستوى جاهزية القوات العسكرية التابعة لمحور الغيضة والجهود التي تبذلها قيادة المحور لرفع قدرات منتسبي الألوية والوحدات التابعة للمحور ومساهمتها الفاعلة مع الأجهزة الأمنية لضبط الأمن والاستقرار في المهرة وكبح محاولات التهريب بمختلف أنواعها. وعن المساعي الدولية تجاه بلادنا، نظم المكتب الإعلامي الإقليمي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة مؤتمرا صحفيا افتراضي للمبعوث الأمريكي لبلادنا تيم ليندر كينغ للحديث حول مستجدات ملف الحرب وجهود إحلال السلام وما نتج عن المشاورات الأخيرة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية. وقال تيم ليندر كينغ في مؤتمره الصحفي أن المفاوضات جارية لتأمين اتفاق أكثر شمولا تحت رعاية الأمم المتحدة، وهو ما نعتقد أنه أفضل فرصة للسلام في اليمن منذ بدء الحرب، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل لعب دور مركزي في هذا المجال، مشيرا إلى المحادثات الأخيرة في صنعاء، وأضاف بأنها تطور حاسم لكنها ليست سوى خطوة واحدة، ومن واجب الأطراف تكثيف جهودهم لسد الفجوات المتبقية بينهم للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولا. وذكر المبعوث الأمريكي إن الطريق لإنهاء الصراع في اليمن وحل الأزمة الإنسانية طويل ومعقد. وفي جوابه على أسئلة الصحفيين المشاركين قال تيم ليندر كينغ: لا نتوقع أن تضمن الجهود المكثفة ومحادثات السلام في الحفاظ على المؤسسات اليمنية والجمهورية اليمنية الموحدة، ويجب أن يقرر اليمنيون في نهاية المطاف شكل دولتهم المستقبلية، وليس لأحد أن يتخذ هذه القرارات نيابة عنهم. ومؤكدا أنه من وجهة نظر الحكومة الأمريكية سيشمل هذا قضية الجنوب، وأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سيقفان وراء حل سياسي يتم إنشاؤه في منتدى يتسم بالشفافية والشمولة. وفي ذات السياق، وتأكيدا على نهجها العدواني المستمر، أكد جماعة الحوثي الإرهابية عن استمرارها في الحرب، حيث قال ما يسمى بوزير الدفاع لتلك الميليشيات المارقة خلال ترأسه اجتماعا موسعا أن المعركة القادمة لن تكون في اليمن، بل ستنتقل إلى عمق دول التحالف حسب تصريحه. كل ضابط وكل جائز وكل صف وكل جندي وكل مواطن من أبناء هذا القرى يفهم أن المعركة القادمة لن تكون في اليمن، ستكون في اليمن لأنهم من عيبدعوا، ولكنها ستنتقل إلى عمق دفاعات إلى عمق دول تحالف العدوان.
أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية انشقاق الشيخ حاكم الأحمر عن لواء هاشم الأحمر المتمركز في منفذ الوديعة، وهو أحد ضباط اللواء البارزين التابعين للشرعية وانضمامه لها. وقال عضو ما يسمى بلجنة المصالحة في جماعة الحوثي في تغريدة على حسابه في تويتر: لقد استقبلت العائد إلى صنعاء الشيخ حاكم الأحمر، هو أحد ضباط اللواء 141 التابع لهاشم الأحمر. وزعم عضو ما يسمى بلجنة المصالحة في تغريدته أن الشيخ حاكم أكد أن غالبية قواتهم المتمركزة في حضرموت ومأرب يرغبون في العودة إلى جماعة الحوثي حسب زعمهم.